ولا في المدرسة ولا في البيت ولا حتى في شي مطعم في الأسرة. نعم هنايا وكيتركب عليها عندك ساعة غادي يتركب عليها الأمراض النفسية. علاش؟ لأن ملي لا يطاق في المحيط كيتعزل كيتعزل هذه الخطرة ديال بما كذا. احنا عندنا نقطة في المنطقة من المنطقة ديال بما كذا إلى الخطرة ديال مرجان والخطرة ديال الشركة ديال الحليب. هذا حي الموظفين هو حي من احياء ديال المدينه كذا من اقدم الاحياء ديال مدينه طنجة. حي الموظفين هذه النقطه هي الخطره ديال المدينه كذا. دابا في هذه الساعه يعني ملي نسعو الطريق راه كيما مر الرجلين راه الصعوبة كبيرة كبيرة ديال ممر الرجلين يقدر يستعملوا هذا الممر ولا يدوزو في عوض الشارع. هنا كتبدا حوادث وربما من فوق تكون حوادث مبيدة خطيرة الله يحفظ. إنما هذاك الغير راه ماشي حل. السي يا خو مجيب بنايا راه بالأقل حتى عنده 90 هذا بالنسبة لي كيحتار وميمكنش. هذا القنطرة جديدة لي هو القنطرة ديال شركة الحليب. لي في هاد الكوربة شوية مزيرة هذا كيتخلط مع هذا ولا سيما الطفل اللي كيكون باقي قالب يعني باقي كيكبر ديك القالب بحال غادي نعدلو واحد الكمونه. هاد الجهه اللي كتقطع على الشمال هي حي النصر اللي هي الفوق الحقيقه في الراس. شافت واحد الطمأنينه وما خصهمش يشوفوا لا انكونغروانس يعني واحد عدم عدم توازن ما بين الوالدين. كاين بعض الوالدين عاوت مخوفين واحد بلا قياس كيعطيو هاد السلوكات هاد الولد صافي كيكتسب كيبيع من اللي بغا ما يمكنناش نعملو اللي بغا. زوينا في هاد المنطقة كيقولو العشيب العشيب حاجة خطرة هي اللي كانت طبعا بعض البنايات قليلة في هاد المنطقة اللي كانت معروفة قبل كلومتر 50 كنلقاو مثلا الام كتربي في شكل والاب كيربي في شكل. الام كيكون هي متلوقين الى اخره ملي كيجي ديك الاب كيكون عانوا شي شويه كيدخل من البلاصه كيدير واحد شويه السكات وكاين واحد هو ماشي احترام هذاك الخوف هذاك الخوف هو اللي كيعطينا من بعد ديك الطفل كيسلط نعم هذاك الرجل العنف نعم كيسلط العنف ديالو على الاخر. نقول لكم شحال اربع مرات كنخليو التربيه كنقولوا حتى يكبر شويه هذه المنطقه هذيك الفتره من الفترات الطفل مثلا ملي كيبدا يهضر غير ملي كيبدا يعني هي ما الخلق في الحقيقه كتبدا تهضر ملي كيخلق الطفل حنا الناس نقد ولكن اذا ملي نبداو غير الفتره اللي الولد كيتعلم الحضره يعني 9 شهور عام كتشوفو صغير بزاف ديك الوقت اللي كيفهم وكاين واحد التراص والاباء والطفل التجاوب ما بين الطفل وهذا ديك الساعه اللي كيخص التقنين هذه في الحاجات البسيطه في الحياه اليوميه كيخصنا نقننوا ديك الطفل باش ما يكونش عنده هاد السلوكيات العنفيه. احنا كنشوفوا هاد الدراري الاغلبيه الدراري ملي كيتعلموا السلوكات كيفاش كيوصلوا هذا ما كيفهموش الناس ما كيفهموش ما عندهمش لا تيوري لا ما عندهمش يعني يفهموا الاخر والحرقه ديالهم. انا صافي ضربت هذا صافي انا غادي نشوف واش الحرق ديالو ولا لا غادي نحس فوالا غادي نحس في
إذا ما كانت يعني من ناحية المعارفية مكتسبات المعارفية ما كتكونش عنده واحد الذكاء اللي غادي يخرج هذا الدراري دائما التصنيف ديالهم داسين التصنيف ديالهم كيتقال أنه هذا الدراري الذكاء الاجتماعي الذكاء الاجتماعي ما كانش شيء مكتسب بطريقة سليمة يعني مثلا ما كانش منطق خيتي أنا ما كان كريتيكي شي صافي أنا سبيت فيك واش عشي بركة ما تروح لك السماحة ما تشي حاجة عنف الله فيك أو العنف هذا ما غادي تحس بيك وقف مجيلة فضر مني وقت العنف مثلا يأكل فران يأكل وعنده هذا بلعب درجة بلعب كبير بلعب التواصل الاجتماعي أو لا الخمر جبلاني في الدفع غير من الشيء يعني أنه بدرنا كل العنف المجتمع الحسني اللي هو أول مجتمع من مشروع السكة الاقتصادي اللي كانت تذكر على ما أظن 90 عبد الطالب أو 94
انا ما كنهضرش على خف حد مكانه